من آية. شوفوا لي الزهاز يا حمد، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لي زاوية للا، شوفوا لي الزهاز ما شاء الله تبارك الله. سيوتك يا حمد، أنت سيوت الصيفية زينين ما تعالى يتقبل منك حبيبتي، ويجعله في ميزان الحسنات ديالك يا رب العالمين. سبحان الله، هذاك المباشر، هذوك المباشرات اللي كيكون فيهم كلام الساقط وكلام النبي وقلة الآداب، سبحان الله كتلقى ليهم الناس بزاف كيتفرجوا فيهم. وشيء مباشر اللي كيكون مفيد كيكون غير بعد الدخول له والجلسة فيه، راه كتاخذ فيها الأجر. سبحان الله ما كيدخلوش ليلو الناس، باقي الناس كيضيعوا الوقت ديالهم. سبحان الله، ما عارفينش بلي اهم شيء واغلى شيء في هذه الحياه هذه هو الوقت، ولا ضيعناه فيما ينفع اكيد غيجي واحد النهار غادي ندموا فيه، حيث لا ينفع الندم مع الاسف. انتما اخواتي ها هما، شوفوا معايا هانتوما، شوفوا لي الزين، شوفوا لي هذا الذكي والرقيق، شوفوا لي الزين، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ها هي سوا عاود، وما شاء الله بزاف ديال الحويجات هنا، كلهم جدادين، كلهم كيحمقوا، كلهم غزلان ما شاء الله. الله تعالى يتقبل من هذا الأخت، والله تعالى يجعله لها في ميزان الحسنات ويرفع لها به الدرجات يا رب يا كريم. هانتوما شوفوا لي الزين، شوفوا لي الزين، ما شاء الله ستر حويجات غزلان جدادين، ماشي شفتو حويجات كيحمقو. هانتوما كلشي ما شاء الله، كلشي مزيان، هادو حويجات كبارين، هادا السيوات، هادو خراصة ديال الشتا. هانتوما هادو الشتا، هادو كذلك، هادو حتى هما الشتا. فهذا ما كان اخواتي الغاليات، فقط بغيت انني نخبركم يعني على الغياب ديالي وندردش معكم، اكيد نفكركم انني راني غير هنا، راني غير مشغوله هنا وهنا الحمد لله. فشكرا لكم الف شكر، نتمنى ان شاء الله تلاحظوا هذا الفيديو ان شاء الله، حيت المباشر ديما كيتحول الفيديو في يوتيوب، تشوفوه ان شاء الله من الاول حتى الاخير. نتمنى تدعيو مع الاخت ديالنا الصديقه انه يشافيها الله شفاء لا يغادر سقمه ولا يترك الما، ونتمنى كذلك الاخوات اللي كيشوفوني وكاينين في مدينه طنجه وعندهم ملابس مستعمله فيجيبوهم ان شاء الله، يتواصلوا معايا في الخاص يجيبوا لي هاد الملابس، او الا بغاوني الا بغاو انني نمشي معاهم حتى لعند الناس اللي غنعطيهم لهم، فاهلا وسهلا والف مرحبا. ليسونسيال من هادشي كامل هو نتعاونوا على الخير تحت شعار نرد الخير، الله لا مقصير. كيعجبني هاد الاخ هذا ما شاء الله، في واحد الحماس في الواحد، كلكم كتعرفوا داك الاخ اللي هنا في مدينه طنجه اللي عنده قناه في اليوتيوب الاسم ديالها نرد الخير، راه لا مقصير، اولا مصطفى شي حاجه. فهاد الاخ حتى هو كيشجع على الخير، وهذا مكان ما بقى لي الا نقول لكم احبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.